في مكان ما على هذه الأرض توجد مدينة تشبه مدن الأحلام، متطورة، ذكية، وفي كل أركانها يشعر ساكنيها بالرفاهية والجمال. إنها مدينة الطموح والإبداع والتميز والإنجاز، إنها مدينة دبي، كما أنها ترحب دوماً بالجميع وتستقبل زائريها في مطار دبي الذي يعتبر واحداً من أكبر المطارات في العالم. دبي أرض الحضارة والعمران، فقد حصلت على المركز الثالث على مستوى العالم في هذا المحور، وذلك لما تتميز به بلدية دبي من سهولة استخراج تراخيص البناء. الأفق هناك يسحر الأذهان، فقد حققت بلدية دبي رقماً قياسياً في بناء أكبر إطار في العالم ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في 30 إبريل من العام 2019. يتميز هذا الصرح الشاهق بجمال إطلالته على دبي القديمة من جهة ودبي الحديثة من جهة أخرى. أكثر من 2 مليون زائر استمتعوا بإطلالة هذا الصرح منذ افتتاحه في يناير 2018. ولن ننسى سفاري دبي، تلك المساحة الخضراء الممتدة التي تضم أفخم حديقة للحيوانات، مما يسمح لها باستقبال حوالي 10,000 زائر يومياً بأجواء منعشة مليئة بالإثارة والخدمات المتنوعة. كما تعد محمية رأس الخور للحياة البرية واحدة من أبرز المناطق في دبي، وتعتبر ذات أهمية بالغة بموجب اتفاقية رامسار، ومنطقة مناسبة للطيور بحسب جمعية بيرد لايف انترناشونال. حضارة دبي لا تقتصر على العمران، بل على الحياة المستدامة والبيئة الصحية، وذلك بعد زراعة بلدية دبي ل38 مليون متر مربع، مستهدفين معدل 25 متر مربع كنصيب الفرد. وقد وصلت نسبة جودة الهواء حتى الآن إلى 98.7%، حيث يقوم فريق بلدية دبي بدراسات عديدة تهدف إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وقد انخفضت فعلاً بنسبة 13% مما كانت عليه من العام 2019. بلدية دبي تحرص على الطاقة الفعالة، فتقوم بمشروع تحويل النفايات إلى طاقة، والذي يعد الأول من نوعه في العالم من حيث القدرة الاستيعابية في معالجة النفايات. وتهدف البلدية لتحويل 100% من النفايات عن مسار التمر بحلول عام 2030. وبهذا فقد نجحت بلدية دبي للوصول إلى حياة نقية لكل من يسكن على أرض الإمارة، مما انعكس على تقديمها تسهيلات في ترخيص المباني الخضراء. تعمل البلدية بمبدأ الرقابة من خلال النظام التفتيش الذكي على جميع المؤسسات الغذائية، وذلك وفقاً للتقارير الإحصائية من نظام التفتيش الذكي المتبع في بلدية دبي. كما تحرص البلدية على الرقابة على جميع المنتجات والمواد المستوردة، وذلك من خلال تطبيق فود ووتش، حيث يتميز هذا النظام بتتبع المواد من بلد المنشأ لحين وصولها، مما قلل نسبة الأمراض المنقولة عبر الغذاء بمعدل وصل إلى 34.1 لكل 100,000 نسمة فقط، ما يعد مؤشراً باتجاه التطور والتميز. ولأن دبي مليئة بالمفاجآت، أسست بلدية دبي تطبيق مكاني، فمن خلال هذه المنصة يمكن للزوار التعرف على الأماكن والاطلاع على المعلومات الخاصة بها. ومن هذه الأماكن حي الشندغة الذي يعتبر النواة الأولى للمدينة، وبها أكثر المباني التراثية والتاريخية التي تتجاوز 226 مبنى يعود تاريخها إلى أواخر القرن 19 الميلادي. متحف بلدية دبي الذي يشمل قاعات ومعروضات ووثائق تحكي تاريخ تأسيس البلدية، بالإضافة إلى استعراض فني جميل للعديد من المشاريع والخدمات والإنجازات. دبي يمكنك رؤية الجودة بأعلى مستوياتها، فقد حقق مؤشر مراقبة جودة البناء نسبة 100% لكل من مؤشرات جودة اللوائح والأنظمة، ولا يخلو الأمر من تلك الإضافات الابتكارية التي جعلت الحياة أكثر راحة وسهولة، منها حديقة الممزر الحاصلة على جائزة سمو الشيخ حمدان،
والتي تبلغ مساحتها 99 هكتار من الرمال الذهبية، والتي تزدهر بخدمات ذكية تتضمن خدمة الإنقاذ الذكي عن طريق طائرة بدون طيار، مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لإنقاذ مرتادي البحر من الغرق، وخدمة الكراسي الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية وتمكن الزوار من شحن أجهزتهم الإلكترونية، بالإضافة لخدمة السوار الذكي التي تتيح للأهل إمكانية متابعة أطفالهم والتواصل معهم عبر شاشة هواتفهم الذكية لضمان قضاء تجربة ممتعة بكل اطمئنان وأمان داخل الحديقة. راحة المواطنين فوق كل شيء، إذ يتيح تطبيق منتجي إمكانية تسجيل المتداولين لثلاث فئات من المنتجات الاستهلاكية خلال دقائق: مستحضرات تجميل، مكملات غذائية، منظفات، وذلك اختصاراً للوقت والجهد. كما يتم استخدام أحدث التقنيات اللازمة في مختبر دبي المركزي لإجراء الفحوصات لكل من الأغذية، البيئة، مواد البناء، المواد الاستهلاكية والسلع، مما يسهم في تحقيق نتائج متميزة لفحوصات الجدارة وفق تقارير مزودي الخدمة العالميين. زيارة إمارة دبي لن تنسى، إذ سيعلق في ذهن الزائر صور جميلة لمدينة دبي المميزة بشقيها الحديث والقديم. البلدية المؤسسة الرائدة والمحركة لنمو إمارة دبي وتطورها، حيث تتجلى رؤية بلدية دبي في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها رفاهة العيش ومقومات النجاح، بالإضافة إلى دورها المحوري بالحفاظ على التراث المعماري للإمارة.